السلام عليكم، بنرحب بكم بالأسبوع السابع في Smart Cities and Systems. اليوم حنتكلم شوية عن الفيوتشر ونعطي examples كيف الناس بتستخدم Smart System والSmart Technology. الآن لما نيجي نتكلم على Short History of Smart Cities، بدأت في الخمسينات. أول الخمسينات كان كيف بدنا نعمل Modeling للأربان، وكيف يعني الترانسبورتيشن بلانر بيجامو دروز كمبيوتر تكنولوجي، كيف بدنا نعمل نستخدمها لنخطط للفلو اوف ترافيك في السيتيز، يعني كيف المواصلات في المدن وخفف الزحمة. لأنه في المدن الكبيرة حتلاحظ انه الزحمة هي احدى المشاكل الكبرى اللي بتواجه المدن، وهذه ظلتها مستمرة تقريبا للتسعينات. في 2000 صرنا نتكلم على كيف نبني السمارت سيتيز، construction of entirely new technology driven cities such as Masdar and Sungudu. Sungudu هذه في ايش؟ في كوريا. هذه مدينة انبنت من الجراوند اب از سمارت سيتي، وحنفرجيكم اياها وندرسكم اياها كحاله. بعد هيك البريزنت اند بيوند سيتي ديفلوب سكيم ساتش از بيتر ريكوفيتش تو امبروف كولابوريشن وذ سيتيزن اند تيب انتو دير كولكتيف نولج. يعني هم هذول بدهم يستخدموا كل الموجود، وفي امثله موجوده في العالم حاليا كيف الاستخدام ل سواء للجفرمنت، سواء للسيتيزن كيف تفاعلهم، سواء اذا بدنا نطلع عليها لاضاءة الشوارع، سواء للترافيك لايت. فكل هذه، كل مدينة لها ميزة معينة، او للسمارت بيلدينج. بس يعني في مدن زي ما حكينا هان انبنت من الجراوند اب، مثلا ماسدار في الهند وسانغدو في كوريا، هدول بنوا من الجراوند اب. يعني هذا حنتكلم عنهم زي ما حكيت لاحقا في هذا المجال. الان لما نيجي نتكلم على بشكل اساسي السمارت سيتيز، how are cities piloting smart city technology today. زي ما بنعرف الهاردوير حكينا لحاله والانفراستراكشر لحالها are not smart. They are smart when we use a smart software to connect them or smart technology to connect them together. Enlightening مثلا street arrived in the mid 18th century في لندن، followed by telephone exchange, sewage system, public access to electricity, electric street light, buses, and London Underground in the 19th century. In the 20th century, air travel, mobile phone, and internet all made their mark on the city. يعني بنيجي نطلع التطور في التكنولوجيا سريع جدا المدن. الآن الـ Internet of Things هي عماد التطور اللي بنحكي عنه في السمارت سيتيز، هي من اهم الحاجات الموجوده. نيجي نطلع بعض الامثله على مستوى العالم. برشلونه سمارت بينز، يعني هذا كيف الزباله كيف بيجمعوهم. الان برشلونه عملت قالت انا بدي تقريبا حوفر 10% من اللي بحطه على في تجميع الطاقة اللي بستخدمها لتجميع القمامة. فإيش هي عملت؟ قالت إنه السيارات بتلف بس على الحاويات المليانة بس. فهاي يعني في الفكر قالت أنا بوفر 10% في هذا المجال. مدينة جلاسكو قالت اشتغلت على الستريت لايتس، وقالت أنا testing weather sensors on street lights will save energy by allowing light to automatically turn on and off when people walk past them at night. يعني المنطقة اللي فيش فيها حركة بتبقى مظلمة، المنطقة اللي بصير فيها حركة بتضوي في هذا المجال. سنغافورة traffic management، طبعا سنغافورة intelligent transport system include electronic road pricing and sensor attached to
taxes that help government map traffic condition اللي بتكلموا عليها، انه انا بدي اخطط الحركه اللي بتصير عندي في المدينه في هذا في او في البلد في هذا المجال، بحيث انه هناك عندهم بدفعوا السيارات اللي بتدخل في الشوارع، فالشوارع هي مش فري، هي مدفوعات الاجر. City wide sensing in Santander. The Spanish city of Santander is home of one of the largest city wide sensing pilots in the world with over 12,000 sensors. طبعا هذه المعلومة قديمة شوية لأنه العالم كله عدى في هذا المجال. Collecting data on every form from parking space availability to air quality. According to the evaluation of the pilot, the project was about testing the concept of citywide sensing network rather than helping the city government make practical changes. يعني هذه بدها تسهل الحركة في المدينة وبدها تتبع كل شيء. Smart building in London في 2014، كيف احنا بدنا نوفر في الطاقة، كيف بده يكون المباني ذكية تستخدم demand logic which aim to help businesses reduce electricity cost by intelligently monitoring usage. The Internet of Things is likely to become an important part of how city operate in the future. وهذه كل العالم بيشتغل على هذه التكنولوجيا اللي بنتكلم عنها. أهم شغلة بالتحدي بواجه كل السمارت سيتي اللي هي في الديتا. لما يكون عندي يعني عندي big sensing network بصير عندي big data. طب البيج داتا كيف بدي اتعامل معها؟ كيف بدي اعملها انتجريشن؟ كيف بدي اعملها اناليسيز او اناليتيك؟ كيف بدي اعمل فيجواليزيشن؟ هذا التحدي اللي حتكلم عنه كمان شويه. يعطيكم العافيه، وبنرجع كمان شويه نتكلم عن هذا.